مساء السعادة والخير والهنا عليكم مشاهدين قناة الفجيرة مطلع الشمس في برنامجكم 7 على 7، ومسي على زميلتي ليالي مساء الورد والنور والسرور والسعادة عليك. الله يخليك عبد العزيز، وبدي أقول لك مساك معطر بالياسمين وبعد بالحنين لكم مشاهدينا وين ما كنتم عم بتابعونا داخل الدولة أو خارجها من خلال شاشتكم المفضلة شاشة تلفزيون الفجيرة مطلع الشمس. بتمنى أنه تكونوا عم بتقضوا برفقتنا أوقات ممتعة ومفيدة، لأنه هاي هي رسالتنا من برنامج 7 على 7. عبد العزيز، في ناس ما بتشعر بالسعادة إلا إذا حصل على كل شيء، ولكن بهالحالة ما بتحس أن ما رح تسعد بلا ولا بأي شيء؟ فعلا لا والله ليالي، أنا أختلف معك، لأني أنا أشوف السعادة هي في القناعة اللي موجودة في الشخص. الشخص ممكن يكون عنده أشياء محدودة في الحياة ويكون بسيط، لكن يكون أسعد خلق الله. إذن في القناعة. فعلا في القناعة، لأن السعادة ما تكون في الكثر اللي نحن نملكه، في الشيء اللي موجود في قلوبنا، في الشيء اللي نحن مقتنعين فيه. أوافقك الرأي عبد العزيز، بس في ناس بتقنع بأشياء تانية كمان وبتسعد بأشياء بسيطة كتير. يعني في ناس ممكن نوم تظهر وتكون أسعد شيء عندهم في الحياة، وهذا الشخص اسمه عبد العزيز المختار. بدي أخبركم مشاهدينا أنه عبد العزيز ما بيقدر يجي على البرنامج إذا ما أخذ قيلولة بعد الظهر، بس دايما بقوله أنه أريج الزهرة أو عطر الزهرة دايما بيلتصق بالإيد اللي بتقدمها، وأنا هون طبعا عم بلمح عن العطاء وسعادة في العطاء. بنك الإمارات للطعام بدنا نتحدث عنه ونخبر المشاهدين شو صار بدبي وشو أطلقت بلدية دبي. عبد العزيز، صحيح ليالي، أعلن المهندس داود الهاجري مدير عام بلدية دبي أنه راح يتم افتتاح الموقع التشغيل الثالث لبنك الطعام في منطقة المحيصنة 2 في دبي، وهذا شيء جدا رائع وحلو أن نحن نشوفه في دبي. طبعا عبد العزيز بتعرف الهدف من بنك الإمارات للطعام هو الاستفادة من كل الفائض من الطعام مشاهدينا للحد من الهدر وتوزيعه على المحتاجين، ليس فقط داخل الدولة وإنما أيضا خارجها، وهذا الشيء كتير راقي وبالفعل يعني في أسمى معاني الإنسانية والشعور مع الآخر والشعور مع المحتاجين اللي هني يعني أكثر حاجة وأقل إمكانات من الأشخاص اللي ممكن يكون عندهم فائض ليس فقط في الطعام ولكن أيضا في الملابس. هذه الخطوة بنك الإمارات للطعام هي خطوة لافتة ومباركة من قبل بلدية دبي. وانت قلتي كلمة حلوة ليالي، إن دوما السعادة هي في العطاء، نحن ما ممكن نشعر بالسعادة إذا ما أعطينا، ففعلا السعادة الحقيقية تكون في العطايا ليالي. هذا شيء حلو وخطوة مباركة من أرض زايد، من أرض الإمارات يا ليالي. طبيعي نحن دائما بنسعد لما نحصل على الأشياء، ولكن صدقوني مشاهدينا جربوا أعطوا وشوفوا حجم السعادة اللي رح تشعروا فيها. شو عنا مواضيع اليوم بالحلقة؟ اليوم عندنا مواضيع وايد حلوة ومشوقة. طبعا أول شيء رح نتكلم على أول مدرب تيكواندو من أصحاب الهمم يا ليالي. بالفعل، ولكل الأشخاص اللي عم بفتشوا ويدوروا على وظائف جديدة بالدولة بنقول لهم أنه رح نخبركم شو عم بيصير بالمعرض الوطني للتوظيف بنسخته 21. وللنخبة المثقفة طبعا معرض الكتاب، معارض الكتاب والمهرجانات الثقافية منصات لتعزيز الوعي والثقافة. بالتأكيد رح يكون الختام مع الشاعر طلال الجنيبي، ضيفنا رح يكون باستوديو، ولكن بداية كما جرت العادة رح نبدأ بجولة على أبرز محليات الدولة، حيث شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله احتفال القوات المسلحة بتخريج دفعة جديدة من مرشحي الضباط في كلية زايد الثاني العسكرية في مدينة العين. ودعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أبناء الخريجين إلى التحلي بالأخلاق والعادات الأصيلة وأن يتسلحوا بالعلم والمعرفة والإبداع في مواقعهم القيادية في صفوف قواتهم المسلحة كي يكونوا مثالا رائعا للشجاعة والتضحية والفداء من أجل وطنهم الذي لا يعز عليه عزيزا وترابه الذي لا يغلو عليه غال. وقال سموه: أنتم ذخر وفخر لوطنكم وقيادتكم وذويكم، نعتز بكم وبشبابنا عموما أيما اعتزاز، نريد منكم أن تتشبثوا بالقيم الإنسانية النبيلة والمحبة والتسامح، وأن تبذلوا أو أن تنبذوا ثقافة الكراهية والتعصب، نريد منكم أن تعززوا مكانة دولتكم وسمعتها كدولة حضارية تؤمن بالسلام والتعايش والعدالة بين جميع
البشر على مختلف ألوانهم ومشاربهم دون تمييز أو إلغاء لأحد، خاصة ممن يعيشون على أرض الخير وأيقونة السعادة دار زايد. وفقكم الله لما فيه خيركم وخير وطنكم وأهلكم. من جهة أخرى، استقبل صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في صالة الشرف في كلية زايد الثانية العسكرية عددا من القيادات العسكرية والشرطية في الدولة وفي بعض الدول الشقيقة من المدعوين إلى الحفل من حفل تخرج الدفعة 43 من مرشحي الضباط في كلية زايد الثانية العسكرية، إلى جانب عدد من الدبلوماسيين والملحقين العسكريين في سفارات الدولة الشقيقة والصديقة لدى الدولة. وقد هنى جميعهم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بمناسبة تخرج كوكبة جديدة من شباب الوطن وبعض الدول العربية، وشادوا بالمستوى التعليمي والعسكري لكلية زايد الثانية العسكرية التي بادت تصنف ضمن الكليات والمعاهد العسكرية العريقة في العالم. على صعيد آخر، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن الزيارة التاريخية لقداسة البابا فرانسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف لدولة الإمارات العربية المتحدة تشكل حجر أساس في تنمية العلاقات الإنسانية والتحاور بين الشعوب والثقافات. وقال سموه في تدوينات نشرها حساب تويتر الرسمي لأخبار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: نودع بالحب ضيفي الإمارات العزيزين البابا فرانسيس وفضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب، كلنا شركاء في تعزيز قيم التسامح والمحبة وبث الأمل والتفاؤل والتآلف بين شعوب العالم. وكان قداسة البابا فرانسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف غادرا البلاد أمس في ختام زيارة إلى الدولة استغرقت 3 أيام. وكان في وداعهما لدى مغادرتهما مطار الرئاسة في العاصمة الحبيبة أبوظبي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. من ناحية أخرى، استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس في مجلس قصر البحر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، يرافقه سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وتبادل سموهما الحديث الودية الأخوية إضافة إلى القضايا التي تهم الوطن والمواطنين وما تشهده الدولة من نهضة شاملة في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه. حضر مجلس قصر البحر سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبو ظبي في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبو ظبي، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي الشيخ نهيان بن بارك آل نهيان وزير التسامح. استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد إمارة الفجيرة الأمين حفظه الله في قصر سموه فرميلي وفد الاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات الذي قدم للسلام على سموه، حيث طلع سموه على برنامج رحلة التواصل العربي الذي تستضيفه جمعية رواد الإمارات في الفترة الممتدة بين 13 و22 من فبراير الحالي. وأكد سمو ولي عهد الإمارة الأمين على أهمية الدور الإيجابي الذي يقوم به الاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات من خلال دعمه للمشاريع الخيرية والإنسانية، مثنيا سموه على ما يبذله الاتحاد من جهود في نشر الوعي المجتمعي. وتقدم رئيس الوفد الدكتور أحمد ثاني الدوسري عضو اللجنة التنفيذية لرواد كشافة العرب وأمين عام رواد كشافة ومرشدات الإمارات، تقدم بالشكر والتقدير لسمو ولي عهد الإمارة الأمين لدعمه الدائم للمشاريع المجتمعية ودوره لإتاحة الفرص في إبراز وجه السياحي لإمارات
الإمارات الفجيرة، كما قدم الوفد الذي يضم الإمارات والسعودية والكويت والبحرين ومصر والأردن ولبنان قدم لسموه مجموعة من الهدايا التذكارية. حضر اللقاء سعادة سالم الزحمي مدير مكتب ولي عهد الإمارة الأمين. مشاهدينا مواضيعنا كثيرة ومتنوعة، ولكن قبل أن نبدأ بأولى المواضيع سوف نأخذ اتصال هاتفي للحديث أكثر عن معرض الوطني للتوظيف. مع الزعابي مين معنا؟ سوري عبد العزيز مين معنا؟ طبعا معنا على الخط صالح الزعابي مستشار قانوني في دائرة الموارد البشرية بحكومة الشارجة. مساء الخير. مساء النور، هلا اخوي عبد العزيز. يا هلا وسهلا فيك، يا مرحبا وسهلا. لو رمسنا اليوم عن مشاركة دور الموارد دائرة الموارد البشرية في حكومة الشارجة في المعرض. بسم الله الرحمن الرحيم، حرصت دائرة الموارد البشرية في حكومة الشارجة على حضور الدائم وباستمرار في معارض التوظيف الموجودة في الدولة، والحمد لله يعني وجودنا اليوم في خدمة الباحث عن عمل من خلال توفير التسجيل وتحديث البيانات، ومن خلال التدريب وعمل ورش عمل للاستفادة الباحث من خلال هذه المعارض. سيد صالح، بدي رحب فيك معنا مجددا ببرنامج 7 على 7، وشكرا لك على هالمداخلة الهاتفية. بدي أسألك لو سمحت، هذا النوع من المعارض إلى أي مدى بيساعد على توطين الوظائف وبيساعد أيضا المواطنين على إيجاد وظائف في القطاع الخاص؟ الحقيقة هنا يعني دور المعارض دائما أو دور دائرة الموارد البشرية بالأخص من خلال هذه المعارض هو تعريف الباحثين عن عمل بالمؤسسات وبالشركات الموجودة في أن كيفية أن نحن نقدر أن نساهم وأن نأهل هؤلاء الباحثين في توظيفهم أو من خلال توظيفهم في هذه المؤسسات وتوطين بعض الوظائف اللي موجودة الآن في المؤسسات، بما أن عندنا نحن الخبرة الكافية والتخصصات المطلوبة في هذه الوظائف. طبعا وما رح تبخلوا عليهم بخبراتكم ورح تحطوها بين أيديهم، ولكن هل هالشي بيصير عن طريق النصح والإرشاد ولا أيضا هناك ورش عمل مصاحبة للمعرض؟ لا، الحقيقة هناك في عندنا ورشتين عمل بالنسبة للانضباط، بالنسبة للتفكير والإبداع يقدمها مستشارين من الدائرة، وهذه الورش هدفها أن تثقف هؤلاء الباحثين في يعني سواء كان الحصول على وظائف في المؤسسات الحكومية أو من خلال الحصول على وظائف في الشركات والمؤسسات والقطاع الخاص. أستاذ صالح، عدد المؤسسات والدوائر الحكومية الخاصة والحكومية المشاركة في المعرض؟ والله عندنا ما يقارب أكثر من يعني 200 منصة في المعرض، مشاركة في المعرض من مؤسسات حكومية ومن شركات أو قطاع خاص. الحقيقة يعني كل المجالات مفتوحة للباحثين بحيث أنهم يعني يقدمون ويتعرفون عن قرب على هذه المؤسسات سواء كانت مؤسسات حكومية أو مؤسسات في القطاع الخاص. كيف شفت الإقبال أستاذ صالح؟ والله الإقبال الحمد لله جيد، ولكن نحن أيضا اليوم هذا كان اليوم الأول والإقبال الحمد لله طيب، لكن بعد أيضا نبغيهم إن شاء الله الباحثين يكون إقبالهم أكثر في اليوم الثاني والثالث اللي بيكون يوم الجمعة، آخر يوم بيكون لمعرض التوظيف، من حيث أن هذا يوفر لهم يعني طريقة سهلة أو همزة وصل أو يعني مكان يجتمع فيه جميع المؤسسات وجميع الشركات سواء كان مؤسسات حكومية أو مؤسسات في القطاع الخاص، بحيث أن نحن نوفر على الباحث عناء أو الجهد اللي يتكبده في يعني زيارته لمثل هذه المؤسسات. اليوم موجودين في معرض إكسبو في إمارة الشارقة، وهذا تسهيلا للباحثين عن عمل بحيث أن يكونون متواجدين في هذا المكان. بالفعل أستاذ صالح، بدي أقول لك أنه زميلي عبد العزيز قبل الهوى كان عم بيقول لي أنه هو مواظب على المشاركة ويعني حضور فعاليات مثل هذا النوع من المعارض، ليس فقط هذا المعرض وإنما كل معارض التوظيف اللي بنشهدها على أرض الدولة. بدي أشكرك شكرا جزيلا لك السيد صالح الزعابي مستشار قانوني في دائرة الموارد البشرية في حكومة الشارقة، ومبارك جهودكم ويعطيكم ألف عافية. العافية العافية، يعطيكم العافية إن شاء الله، أتمنى لكم التوفيق. الله يخليك، تسلم أجمعين يا رب. عبد العزيز شو عنا هلأ؟ راح نرمس اليوم عن التقرير اللي يكون موجود معانا اللي هو
تدشين الصاله الرياضيه اللي شفناها بالفجيره. يعني هلا بعد الحلقه راح اشوفك دغري باوتيل النوفوتيل بالايرسن. والله انا يعني لو تعطيني لباكر خلينا نشوف التقرير لانه على فكره ليالي في معلومه. اليوم كان في اجتماع بعد براسه الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي في البطوله. خلينا نشوف شو صار بالمؤتمر. خلينا نشوف الصالة تعتبر من أفضل الصالات الموجودة في الإمارات بسبب السكشنات. هي عبارة عن أكثر عن سكشن ملمة في أكثر عن سكشن. في سكشن خاص في الكروسفيت، سكشن خاص في الزومبا، في سكشن خاص في اليوغا، سكشن خاص في البوكس، وسكشن خاص في الريكفري. فصعب تحصل صالة في دولة الإمارات ملمة بالأشياء هذه. طبعاً تعتبر من أفضل الصالات اللي زرتها. طبعاً إن شاء الله في استعداد معسكر منتخب الإمارات في بطولة الفجيرة، بيكون لأن البطولة بتقام في بطولة الفجيرة وحابين الشباب يعسكرون في إمارة الفجيرة. دورنا في الترويج عن هذه البطولة طال عمرك نحن كلجنة إعلامية في اتحاد الإمارات لبناء الأجسام. عندنا طال عمرك وسائل السوشيال ميديا، وعندنا يعني وسائل السوشيال ميديا عامة، يعني عندنا الانستغرام، الفيسبوك، وعندنا تويتر. فنحن شغالين على الموضوع إن شاء الله كترويج، وبإذن الله تعالى في إن شاء الله راح يكون مجلة إلكترونية موجودة في نفس الموقع مع الاتحاد الإمارات لبناء الأجسام، راح تغطي أول بأول إن شاء الله. بالنسبة لإمارة الفجيرة، أتكلم عن إمارة الفجيرة، صارت فيها طفرة صراحة بالنسبة لرياضة الرياضات الفردية بشكل عام، يعني من الكروس فيت، البادي بيلدينج، باور ليفتينج. صراحة في أشياء تبهر، يعني أنا لما دخلت النادي ما توقعت النادي يكون بهذا الشكل وبهذا الحجم بهاي الأجهزة. أقول هنيالكم هالفجيرة على النادي الطيب، وإن شاء الله تشوفون أشياء طيبة في المستقبل إن شاء الله. سوينا جولة اليوم في صالة إيرسن، ما شاء الله صالة ممتازة من كل المقاييس والمعايير. أنا عن نفسي ذهلت لما شفت الصالة بهالمستوى. صح سمعنا عنها بس ما شاء الله المستوى يعني ممتاز وعالي جدا. الجولة كانت ممتازة، أخذناها مع رئيس الاتحاد وبناء الأجسام الشيخ عبد الله مع الأعضاء، كلهم كانوا موجودين، وكانت الجولة ممتازة وتعرفنا على أقسام كثيرة في الجيم هذه. صراحة في نظري هذه جيم تعتبر ممتازة، يعني في وإن شاء الله تكون في مكان ممتاز في الفجيرة. والله صالة أنا أشوفها صالة زينة، كفي كأجهزة حق بودي بيلدينج، حق فتنس. أي لاعب يبغي منه، حتى لاعب كرة يقوم يدخل هاي الصالة ويطلع منه مستفيد. إنجازاتي عندي بطل عالم، خامس على العالم، وعندي بطولة ترنوت ثانية على أرنوت، بطولة ترنوت، عندي بطولة آسيا ثانية على آسيا، وعندي بطولة مستر أولمبيا حرزت فيها الرابعة. والله استعداداتي مثل ما تقول من الحين مبلشين، يعني في وقت طويل، فلازم حق هاي البطولة فلازم يكون عندك تجهيز وقت طويل عشان تنزل كمستوى حلو، كمستوى جديد إن شاء الله. طبعا لاعب منتخب بناء الأجسام وحققت إنجازات، بطل آسيا والثاني على العالم، واليوم أنا جاي أشوف الافتتاح في الصالة الجديدة هاي. فصالة صراحة ما عليها كلام، يعني كل شخص يقدر يلعب فيها، مثل لعبة الكروسفيت، مثل اللياقة البدنية والغرفة مع الجروب، يعني شيء وايد جذبني. فأنا أنصح الناس إن يشتركون في الصالة. طبعا استعداداتنا هالسنة إن شاء الله بتروح تكون لبطولة العالم، وحاصلين دعم من الشيخ عبد الله الشرقي رئيس الاتحاد، فإن شاء الله راح نبيض وجه الإمارات ونرفع علم الإمارات.
يا مرحبا وسهلا فيكم مشاهدينا، رجعنا لكم مره ثانيه بعد هذا الفاصل. ليالي الأورام، شو تعرفين عن رياضه التايكوندو ولا شو رايك فيها؟ هي من اهم الفنون القتاليه عبد العزيز، هي فن قتالي جذوره من كوريا، ولكن بنشوفه اليوم بكل دول العالم وتحديدا باماره الفجيره يحظى هذا الفن القتالي بدعم مباشر من سمو ولي عهد الاماره الامين سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد اماره الفجيره. وطبعا مؤخرا شهدنا بطوله الفجيره السابعة المفتوحة للتايكوندو، وكان العديد من الأشخاص قد حصلوا فيها وحصدوا الكثير من الميداليات ومن المراكز الأولى. ولكن مشاهدينا، اليوم معنا ضيف جدا مميز باستوديو 7 على 7، وهو أول مدرب تايكوندو من أصحاب الهمم. نرحب سوا بالكوتش جاسم المطروشي، وأنت مدرب فريق أي جي بي، أهلا فيك معنا. الله يحييكم وسهلا، وأشكر قناة الفجيرة على استضافة اليوم، واشكر الجميع اللي يعملون في هالقناة. يا مرحبا فيك، مس النور وسرور عليك، نورت الفجيرة. الله يحفظكم ويسلم غاليكم ان شاء الله. الله يسلمك. لو رمسنا اليوم الفجيرة في الفترة الأخيرة تحت وباهتمام من سيدي سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، رياضة التايكوندو صارت لها اهتمام كبير وبرزت في الفجيرة بشكل كبير يعني. الله يحفظ الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد فجيرة. الله يحفظ. ورئيس الفخري للاتحاد. رئيس الفخري للاتحاد تايكوندو. قبل اتحاد تايكوندو كان شريك مع اتحاد كاراتيه. اخواننا الله يحفظهم ما قصروا، اخواننا السابقين في الاتحاد السابق ما قصروا، بس كان الدعم كله رايح على الكاراتيه. ولعبة تايكوندو كانت تحصل لها بطولات بس بشكل يعني ما لها دعم 100%، مش ذاك الكبر او ذاك الوسع اللي ماخذ حقها. والله لك الحمد والشكر، بعد الانفصال الاتحاد استوى الاتحاد منفصل، ميزانيه ماليه اداريه كلها بروحها، هني خلت واثبتت ان في اخوان موجودين اداريين عندهم كفاءات يرمون يطورون لعبه التايكوندو. وما قصر اخوي احمد الزيودي رئيس الاتحاد التايكوندو، يعني الله يحفظه، يعني لاقي دعم كبير من صاحب السمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد فجيرة الله يحفظه. يعني انت يوم تحصل دعم من كبير الهرم هذا وحده حافز انجاز، ما بنقول حافز، هذا وحده انجاز. يعني شو انك جبت البطولة أو ما جبت بطولة، هذا واحدة إنجاز من كبير. يعني تحس واحد ساندنك يقول لك أنت روح وتوكل أنا معك، كم يسوى لك هذا؟ الكثير والكثير بالفعل. كوتش، ممكن كثير من الأشخاص اللي عم بيشوفونا هلأ يفكروا يعني هيك بينهم وبين نفسهم أنه رياضة التايكوندو هي فن الدفاع عن النفس، تحتاج إلى حركة، تحتاج إلى لياقة، يعني فيها بعض الحركات. ولكن حضرتك كما تفضلت أنه أول مدرب تايكوندو من أصحاب الهمم، أديها الأمر سهل أو صعب وكيف بتواجهه؟ أول شيء أنا أفتخر أني من أصحاب الهمم، أنا أب أسرة، أنا عندي عائلة. صعب واحد يوم يقول له لا أنت من أصحاب الهمم، في عوائل تتقبل في عوائل ما تتقبل لين ما تأخذ الأمور. بس أنا أقول الحمد لله، أنا افتخر أني أنا انضميت للاتحاد التايكوندو، لأن سبق لي أني أنا كنت ومثلت الدولة ما شاء الله في دولة خليجية، جبت إنجاز أنا وابني، الفريق كان معانا الحمد لله، جبنا ميداليتين، 4 ميداليات جبنا في ما شاء الله، ونحن ايضا نفخر دولة خليجية. فانا كنت لاعب، بس حبي للعب اثبت لي انه هو علاج احسن من علاج الطبيعي، نفعني في بعض الامور اللي عندهم، يعني التمارين اللي موجوده في التايكوندو تنفع لبعض الاشخاص، ما بنقول للكل، يمكن في شخص يتقبل في شخص ما يتقبل. بس انا ندمان اني ضيعت بعض السنين على ابتعادي من اللعبه هاي فعلاً. كيف بتتعامل مع اعضاء الفريق عندك؟ كيف بتعطيهم الانستراكشنز او التوجيهات؟ الحمد لله نحن عندنا كابتن نادر موجود، وكبير المدربين اللي موجود عندنا في النادي هو كابتن عبد الجليل فولاد العوضي، وعندنا صاحب الصاله موجود عبد الله محمد. ف
التعاون موفرين، فلابد تتعاون، اذا ما تتعاون ما توصل. جاسم، استاذ جاسم، انت قلت لي كنت لاعب، من ثم من بعد ما كنت لاعب تحولت الى لاعب لاصحاب الهمم، بعدين الى كوتش، وانت الحين كوتش لاصحاب الفريق اصحاب الهمم وكذلك الفريق العادي. انا اول شيء كنت لاعب سابق في عدة أندية في الدولة في دبي، في النصر، عقب رحت الوصل والحمد لله. أنا حكم بناء الأجسام ورفع أثقال قوة بدنية من 21 سنة ما شاء الله. أنا مثلت بطولة العالم في سنة 2000 في دولة الإمارات، أول بطولة العالم للشباب. أنا أول ما أسسنا حكام الاتحاد بناء الأجسام نحن كنا النواة في 98. أول ما أسسنا حكام لرفع أثقال أنا دخلت لاعب وحكم ما شاء الله، لأن ما عندنا كوادر لعيبة، فعشان كانت البداية. رئيس أمين السر الاتحاد العربي كان جميل حنا مصري، نعم، فزعل بالعدد المشاركين فطلب أنه يكون أكبر. عدد أكبر، فطلبنا منه أنه بنكون لعيبة ومدربين. فالحمد لله جبت إنجاز، كنت رباع في رفع أثقال ما شاء الله. على ما يبدو كوتش أنه حضرتك بتتنفس الأكسجين من خلال الرياضة، ولكن نحن عرفنا عنك على أنك مدرب فريق أي جي بي، بس لازم نخبر المشاهدين أنك غيرت اسم الفريق لا تسامح، نعم، فخرا لدولة الإمارات. إذن أنت مدرب فريق التسامح، فريق التسامح أي جي بي، لأن أصدر صاحب السمو رئيس الدولة عام التسامح الله. فنحن مع الدولة، مع شيوخنا يوم يصدرون هذه، لأن الدولة دولة تسامح، دولة عطاء، دولة احترام القانون، سلام وأمن وأمان والأمان، فالأمن والأمان، وأنت تعرفين. فنحن لابد نعطي له شيء بسيط، له شيء بسيط للدولة اللي أعطتنا الكثير. كوتش جاسم، صراحة أنت يعني رمز أو أستاذ، نحن نلهمنا العزيمة والإصرار. ما شاء الله عليك كنت لاعب، الحادث اللي صار لك ما أثر خلاك توقف عن الرياضة، لا أعطى دافع كلاعب وككوتش، يعني أعطيتنا إلهام كبير والله. أنا لعبت في مع أخواني أصحاب الهمم، أكبر فخر لي وأشكر اتحاد أصحاب الهمم أن مثلت دولة الإمارات في المنتخب في سن كبير، يعني في سن 38. يعطيك العافية. فأنت يوم توصل منتخب إمارات في سن كبير هذا فخر، لأن الاتحاد افتخر فيك، مثلت الدولة في عدة بطولات. الحمد لله بطولة إيواز في نادي الشارجة كانت 2011، نعم، جبتنا الخامس، والحمد لله في الدولة جبت ميداليات في ألعاب القوى معاهم ومع الباور ليفتنج الرفعات القوى. العام فغيرت المجال من الحديد إلى ألعاب القوى، فطلبنا أن نبرز مش لعيبة، مدربين، فطلعت على نادي راس خيمة، وأشكر نادي راس خيمة لأصحاب الهمم، نادي جديد في الساحة، نادي جديد الله يحفظه شيخ سعود القاسمي، افتتح النادي جديد من 2016، فمثلتهم. فرحت تونس في أول بطولة خارجية للنادي من سبع أشهر، فسوينا لهم إنجاز غير مسبوق لهم، ونحن كلنا نكمل بعض. يعني أي إمارة تجيب بطولة ترفع علم الدولة بطبيعة الحال طبعا. فنحن هاي كان إنجازي لنادي راس خيمة. فحاليا يوم تركت النادي فعلا بعد الأمور نقول الحمد لله، الحمد لله، فتركت النادي فبديت أرجع للمجال هو التايكواندو، بس ما كنت أعلن. كوتش، شو سبب انجذابك للعبة التايكواندو دون غيرها من الفنون القتالية؟ هناك العديد من الفنون القتالية، الكاراتيه وغيرها وغيرها من جنسيات أخرى، ولكن ليه التايكواندو؟ أعوذ بالله من كلمة، أنا كنت لاعب سابق للكونفو. شو الفرق؟ في 97 كلها فنون قتالية، فنون تختلف، تختلف بالتكنيك. التايكواندو تخلي اللاعب حتى على الحزام ينافس مش على اللعب، انه يغير من الحزام لحزام،
انا تخصصي بومسي صعب. لو رمشتنا عن الليلة البومسي هي حركات قتالية يعني في عندهم بومسي العادي في بومسي مع الإيقاع. أنا قاعد أحاول أجهز نفسي مع الإيقاع يعني يكون إيقاع شغال وانت تسوي البومسي تسوي بعض الحركات مع الإيقاع. إن شاء الله بعد الحلقة بعطيكم كم من فيديو من فيديوهاتي. نحن كنا نتمنى نحصل عليها ونعرضها نحن نرمس وياك. وقتي الصراحة أني أعرف الحركات هذه. بعطيكم الفيديوهات موجودة وأنا الحين قاعد أجهز بالسفر لكوريا إن شاء الله جنوبية للتحضير إلى البلد الأم إلى المصدر بلد الأم للعبة لأن أخواني من أصحاب الهمم في نادي دبي متمسكين فيني حاليا في اللعبة بس أنا فاجأت الكل بالمسمى الفريق بالإنجاز الحمد لله. أنا عندي 3 أبناء كانوا مع الفريق ما شاء الله. مش شرط أن ابني يجيب ميدالية ما عندي مشكلة أهم شيء يشارك يتعلم بعدين جميل. بنرجع لنقطة لعبة البومسي. البومسي هي نفس الحركات فنون قتالية بس أنت يوم تكون بروفيشنال في اللعب لو يكون كم عدد اللي موجود يحاول إنه يستفزك تروم أنت أي أسلوب تستخدم معه حلو. هذا هو البومسي. البومسي هو نفس الكاتا مع الكاراتيه. كاتا الكاراتيه اللي هي يسوون العرض الكاتا العرض اللي أيوة بالإيد وبالرجل وبالدفع فهي نفسها بس كل لعبة لها. الكوريين سموها بومسي اليابانيين سموها كرت الكاتا في كذا لعبة بس عندك مثل بنقول الجيجيتسو الله يحفظه الشيخ محمد بن زايد هو الراعي والدعم له الراعي والدعم الله يحفظه أبو خالد للجيجيتسو. أنا لعب جيجيتسو ما أكذب عليك حصتين بس يختلف لي أنا لأن أنا إصابتي في الحوض عندي كسور في الحوض فالصعب ألعب شيء أؤذي نفسي في زيادة. هو اللعبة حلوة جيجيتسو كاراتيه حلوة. أنا كنت بشارك منتخب الإمارات في 93 في الكاراتيه طلبني لاعب منتخب لأني كنت ألعب حديد فاعتذرت من اللعبة. كوتش جاسم الإنجازات معك ما شاء الله ما بتخلص وتتوالى ومؤخرا فريقك الـ AGB أو فريق التسامح حصد حوالي 11 ميدالية ملونة ببطولة الفجيرة الدولية 7 المفتوحة للتيكواندو. خبرنا عن هذا الإنجاز. هذا الإنجاز أول شيء نحن نشكر رب العالمين على هذه النعمة ونشكر حكومة فجيرة واتحاد التيكواندو. أشكر ولي عهد الشيخ محمد بن حمد الشرقي الداعم الرئيسي للعبة التايكوندو حاليا. خلنا نتكلم بأمانة أنت يوم حاط شيخ ولي عهد الله يحفظه رئيس الفخري الله يحفظه الدعم موجود حتى بدون هالأمور موجود بس الله يحفظه ما مقصر. ونحن نشكر فجيرة على استضافتها البطولة 7 لأن بطولة السنة اللي فاتت ما حالفنا الحظ أني أدخل الأبناء. دخل مدربي المشرف الفريق كابتن عبد الجليل دخل باسم شرطة دبي فسوى إنجاز غير مسبوق جاب الأول على البطولة بالمجموع العام ما شاء الله. والسنة اللي قبلها بغينا ندخل شوية تلعوزنا بالأوزان الأبناء الأوزان زايدة شوية أيوة. فالحمد لله نحن نفتخر ونشكر حكومة فجيرة ونشكر اتحاد التايكواندو على استضافتهم البطولة لأن الحين فجيرة استوت بوابة الألعاب القتالية فعلا يعني كل أنواع الرياضات كوتش حقيقة يعني كل أنواع بس آخر فترة الأنواع القتالية هي قاعد تعطي نكهة حلوة صحيح. يعني أنت تشوفين طفل ما تعدى 12 سنة يوم يلعب لي أنا أرتاح يوم أشوف الأطفال يلعبوا مش ان انت تعلم انه يقاتل في الشوارع لا انت تعلمه كيف دفاع عن النفس أيوة. طبعا اول شيء تعلمه كيف يبتعد عن ارتخاء انه كله يهمل نفسه لان في هالجيل في هالسن اذا تهملينه
بياكل اي شيء صح، ما تشوف اللي وصل وزنه وزن ثقيل يعني صعب. فمن الحين تاسسها صح، بنيه نمط حياه، عضلات العصب الداخلي صح. كله صح. يقوى الجدار الداخلي العقل السليم في الجسم، في الجسم السليم. في ناس بس تقول لك تعال درب، انت تعال درب، لا انت لابد تعطيه، هي منظومه متصله فيه، اللاعب اكل شرب صح، فكره العصب هذا لازم يتاسس صح. انت في تمارين تعطيه خفيفه بس يحس فيها، هذا انت تقوي له العصب، تقوي له العضلات الداخليه، تقوي له البنيه الجسمانيه، لابد انك تعطيه. صدقت فعلا، مشكور جزاك الله خير، نورتنا الاستاذ جاسم المطروشي مدرب فريق اي جي بي او فريق التسامح الحين، جزاك الله خير نورتنا. اهلا وسهلا فيك معنا. فانا اشكركم شكر جزيل، واشكر قناه الفجيره على استضافتها لنا، اشكر الجميع، والله يوفقكم اجمعين. حياك الله، وتستاهلون كل خير. الله وانا حبك. افتخر فيكم، نحن اللي نفتخر فيكم انجازاتكم، ونحن ان شاء الله نورتنا. بعد ما اخلص بطرش لكم الفيديو ان شاء الله عالية. الله يحفظك، نورتنا، جزاك الله خير. الله يحفظك، الله يحفظك. رح نبقى بنفس الموضوع بنفس النكهه عبد العزيز، شو عنا هلا؟ ما راح نروح بعيد، راح نشوف عن عرض تقرير تحدي القدرات اللي هي اقيم في ابو ظبي، ونفس اصحاب في نادي الجزيره ومشاركه اصحاب الهمم. خلينا نشوف التقرير هذا اكيد يعني. طبعا يلا خلينا نشوف التقرير معنا. أول شيء أبغى أقول إن أصحاب الهمم لازم نعاملهم يا إخواننا الصغار يا عيال، لأن نحن لو ندعمهم نحسسهم إن هم مش أقل منا، هم موجودين عندنا في المجتمع، وما شاء الله إذا تلاحظ مرات في منهم يتوظفون ويؤدون أداء وايد زين في الوظيفة، ومرات أدائهم أحسن من الإنسان العادي. فأنا أشوف واجب، مش واجبي أنا بس، واجب من كل مواطن إنه يدعمهم وما يقصر وياهم. أول شيء هاي الدعم يخليهم أول شيء أهم شيء رياضة، ففي بس مشاركتهم في هالاحتفال ولا في هالمسابقات زين حق صحتهم أول شيء، وحلو يوم تشوفه ويحس إنه فرحان إنه فاز بشيء وأنجز شيء، فمن نسبة بس يلبس الميدالية يفرح. البطولة اليوم على السنة 11 على التوالي، نعملها سنويا لنشر الوعي بالإعاقة، تعريف المدارس، وزي ما انتم شايفين كم كبير من المدارس بأنه هدول طلاب عندهم قدرات ومش مختلفين. المركز بقوم على تنمية قدراتهم، كل سنة بتكون المسابقات على مستوى دولة الإمارات مع المراكز والطلاب المدموجة بالمدارس، وبالذات السنة إحنا بعام التسامح، عام تكافؤ الفرص، عام المحبة، عام الصحة النفسية، محبة الذات، محبة الآخرين، تقبل الاختلاف بين الثقافات وبين الأنواع وبين الأجناس وذوي الإعاقة، هم طرف منهم. بتشكر دولة الإمارات اهتمامها ووقوفها ومساندتها لذوي الهمم. الفعالية اليوم بتضم العديد من المسابقات، وفي النهاية طبعا في توزيع الكؤوس الأول الثاني الثالث والميداليات على الفائزين. حلو يا ليالي الاهتمام الدولة بمختلف الرياضات، من أصحاب الهمم إلى الصحة في جميع المجالات في جميع الرياضات. لو سألتك عن بطولة الإمارات للبوتشي، شو هي البوتشي؟ طبعا عبد العزيز ممكن أنت وكثير ما بيعرفوا شو هي البوتشي. البوتشي تلعب بكرة إن كانت من حديد أو بلاستيك، فينا نلعبها على الجازون أو على الحشيش، على أرض من الرمال أو حتى على الإسفلت. وجذور هذه اللعبة عبد العزيز بتعود للعصر الروماني، ولكن الطليان طوروا مع الزمن وصارت موجودة ومنشهدها بالكثير من الدول. للحديث أكثر عن هذه البطولة معنا مباشرة عبر الهاتف المهندس الأستاذ أسامة الصافي، وهو أمين سر جمعية الإمارات لمتلازمة داون. حياك الله معنا بسبعة على سبعة.
اهلا وسهلا يا مرحبا فيكم وشكرا على الاستضافه. يا هلا فيك نورتنا. عشيه اطلاق البطوله كيف هي الاستعدادات؟ الاستعدادات على قلم وساق وكلنا على حماس وتاهب. نعم. خاصه ابنائنا من دوري التلازم الداون حماسه. نعم. الفوز والتحضيرات قد ايه لكم بتحضروا للبطوله؟ نحن دائما خططنا السنويه تبدا من اول العام لتجهيزات. نعم. كافه احتياجات كافه البرامج. بطوله البوتشي هي من اهم البطولات التي يتم الاستعداد لها من قبل حتى يعني بدايه العام. هناك استعدادات لوجستيه، هناك استعدادات تتعلق بالمكان بالرعايه، والحمد لله حظينا برعايه كريمه هذا العام من الشيخ حمد بن محمد. محمد بن حمد الشرقي، نجلس مع الشيخ محمد بن حمد الشرقي لعهد بجيرة، فهذا أعطى يعني حافز كبير جدا أن تكون هذه السنة استثنائية وخاصة في ظل عام التسامح. أسامة، لو رمستنا عن الهدف من هذه البطولات اللي تقام، يعني الهدف من ونشوف البطولات، الهدف من البطولات هذه الموجودة؟ طبعا بطولة البوتشي بالذات فضلا عن أي بطولة أخرى وخاصة مع ذوي المتلازمة الداون لها مجموعة من الأهداف، ليست يعني أهداف رياضية. مسألة التوعية المجتمعية هذه أحد الأهداف الرئيسية لدينا. الهدف الثاني المتعلق بالدمج المجتمعي بين ذوي المتلازمة الداون والمجتمع، كذلك دعم الأسر من خلال ترابط الأسر بعضهم ببعض والفرحة المشتركة الأسرية بيننا جميعا في هذه الفعاليه، بالاضافه الى تاهيل وتمكين ذوي المتلازمة الداون في رياضه تتسم بتطوير المهارات الادراكيه والتوازن والدقه. هذا بالاضافه الى انه يفتح مجال للمشاركه المجتمعيه سواء كانت في الرعايه او في الدعم او في التطوع. استاذ اسامه، بدي اسالك، ابنائنا واخوتنا من ذوي متلازمه داون، انا بشوف انه اكثر الرياضات اللي ممكن انه يمارسوها هي البوتشي، شو السبب؟ طبعا نحن في الجمعيه لنا الكثير من البرامج الرياضيه المتنوعه، فنحرص على برامج الرياضه المتعلقه بالبوتشي والبولينج والسباحه وغيرها من البرامج الرياضيه المختلفه، لكن البوتشي لها مجموعة مميزات بالإضافة إلى أنها هواية ويستمتع بها ذوي المتلازمة الداون بجميع أعمارهم من ذكور وإناث، إلا أنها بالإضافة إلى ذلك هي جزء من برنامج تنمية المهارات والتأهيل، لأن فيها دقة، فيها توازن، فيها انضباط، وأنا شخصيا ألعب معهم وأحاول أتحداهم. يعطيك العافية ما شاء الله. يعني بحماسه ويغلبوني دائما. ما شاء الله ما شاء الله عنهم، هم اصحاب همم بكل ما للكلمه. المهندس اسامه، لو رمستني عن، انت قلت لي البطوله راح تبدا باكر ان شاء الله، لو رمستني عن الفتره الزمنيه اللي راح تكون فيها البطوله من باكر لين؟ طبعا نعم، البطوله هي يوم واحد، يوم واحد بس فيها. نعم، ونشارك فيها اكثر من 120 متسابق من دوري التلازمة الداون، عدد المراكز الحمد لله تعالى تتزايد في كل عام. السنة هذه نتوقع 20 مركز يشارك. البطولة هي في يوم واحد، تبدأ من الصباح الباكر وحتى الساعة الرابعة والخامسة بعد المساء وتنتهي. عيال خلاص سجلني اسمي معاكم، بدخل وياك التحدي أنا. خلاص أبشرك أنا وأنت بنطلع تصفيات من أول يوم. بكون لا بكون موجود صدقني باكر. بس عبد العزيز قبل ما تحط هذا الالتزام على نفسك لازم نعرف شو برنامج البطولة بكرة. شوف اخوي عبد العزيز، لازم تتمرن ولازم تسخن، بنشوف وان كانت بسيطه لكن تحتاج الى تركيز. الوعد باكر والقيلوله بعد الظهر. لا لا ما في باكر بطوله، ما في قيلوله بكره، ننام بكير اليوم ان شاء الله. برنامج البطوله استاذ اسامه. نعم. شو البرنامج؟ نعم، الجدول طبعا يتوزع بين المتسابقين حسب الاعمار، هناك مراحل طبعا فنيه مختلفه، وبالتالي من باب العدالة أن التنافس يكون بين الأعمار المتقاربة. نعم. ويكون في تصفيات إلى عندنا أربع مجموعات عمرية رح تكون موجودة. صحيح. نعم. إذا حبيتوا التفاصيل. لا ممكن هذه التفاصيل تقنية شوي ممكن نشهدها بكرة على أرض الملعب. بدنا نشكرك جزيل الشكر المهندس بإذن الله أستاذ أسامة الصافي، وأنت أمين سر جمعية الإمارات لمتلازمة داون. شكرا جزيلا. نشوفك باكر ان شاء الله، حياك الله. ان شاء الله حياك باذن الله. الله يخليك، شكرا لك وبالتوفيق. مشاهدينا بريك وراجعين.
اهلا وسهلا ومرحبا فيكم، رجعنا لكم مره ثانيه بعد هذا الفاصل القصير. راح نرمس مع اليوم يا ليالي عن معارض ودور معارض الكتب والمهرجانات الثقافيه اللي تشهدها دوله الامارات العربيه المتحده. طبعا عبد العزيز ومشاهدينا، ختام الحلقه راح يكون مسك مع دكتور طلال الجنيبي، وهو خبير دولي بالاداره السلوكيه، اديب وشاعر في دوله الامارات العربيه المتحده. حياك الله معنا بسبعة. مساء الخير، شكرا على هذه الاستضافه الكريمه من قناة الفجيرة. أهلا بك معنا. مساء النور والسرور والورد عليك يا الله دكتور. الله يحفظكم وحياكم الله. دكتور، حضرتك السباق بنظم ديوان شعري باللغة العربية الفصحى بالكامل تحت عنوان الإمارات في القلب، تزامنا مع مئوية زايد في العام الماضي. خبرنا عن هذا الديوان. نعم، هذا الديوان الإمارات، عذرا، هذا الإمارات في القلب. إمارات في القلب هذا أول ديوان وطني بالشعر الفصيح في تاريخ دولة الإمارات، يصدر في عام زايد بالكامل. هذا الديوان حقق أصداء كبيرة، حيث اختيرت منه قصائد لتكون في المناهج الدراسية في دولة الإمارات، وعلقت منه قصيدة فضاء زايد في جدران وكالة الإمارات للفضاء، وفي مركز الشارقة للفلك، وفي مركز محمد راشد للفضاء. كذلك حصل أن يكون أن استلم نسخته الأولى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. نعم. هو صاحب السمو الشيخ سلطان محمد القاسمي، والحكام الإمارات أغلبهم وكذلك قرأ منه كذلك بعض الشيء على جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز في الجنادري في قصر اليمامة، حينما ألقيت عليه قصيدة سلمان الحزم قبل تقريبا يقارب الشهر. فينا نسمع منه شيء؟ ممكن، إذا كان نقول لا من هو أول في من القصائد الوطنية، قصيدة الإمارات في القلب، اللي هي أقول في مطلعها أحن إليك يأسرني هواك فيملكني حنين، كم شكاك ليرسل لي نشيدا، كم تغنى به الوجدان شوقا في جواك، وإلى آخر النص، نص طويل جدا يذكر يسرد الإمارات السبع. لا نقول في النهاية فهذه السبع أرسلها حنينا من الوجدان يعمره هواك بشوق الشوق أنسجه نشيدا عزيزا عز أن يهوى سواك. ما شاء الله، أبدعت إلقاء وكتابة. بدي أسألك، مؤخرا حضرتك شاركت بالجبل الثقافي بإمارة الفجيرة، وسمعناك أيضا أنا رح أقول التوقيع الصوتي، لأن أنت مشهور أو يمكن أول من أوجد موضوع التوقيع الصوتي. خبر المشاهدين أكثر، ما هو التوقيع الصوتي؟ التوقيع الصوتي يا سيدتي هو نمط إلقائي تفردت به، حيث أني أقدم شعري بطريقة أستخرج من خلالها موسيقى النص. نعم. الداخلية، حيث لمن يفهم في الشعر يعلم أن هناك موسيقى داخلية في القصيدة تبرز المعاني. نعم. لا، فحينما تولد القصيدة، في حالتي تولد القصيدة بشكل نغمي إلهاميا، تكون قصيدة منغمة، فتأخذ هذه الموسيقى الداخلية وتقدمها للمتلقي، فهو ليس بغناء وليس بإنشاد، ولكنه طريقة لتقريب الشعر من أذن المتلقي. دكتور، نحن نطمع ونبقى نسمع. نعم، فعلى سبيل المثال حينما أقول في لغة الصمت أن أجمل لغة للحديث الصمت، فإني أقول يغشاني الصمت إذا انطلقت في الكون حمائم أشجار، ومضت تختال على فنن ربضت في موطن أفنان، فكأن الحسن يسامرني فيذوب الحزن بوجداني، وكأن الليل يراقبني ليداعب أسرار كياني، وكأني في الكون حنين يجتاح القاصي والداني، ينساب على وجه الدنيا
لينير الكون بألوان إلى آخر النص. رائع دكتور. رائع دكتور طلال، في كتاباتك هل حضرتك تميل إلى يعني ذكر ما يريد أن يسمعه المتلقي أم ما تبوح به نفسك؟ الشعر بالذات عندي قناعة أن إذا الشعر لم يهزك عند سماعه فليس حري أن يقال له شعر. الشعر أعرضه أول ما أعرضه على ذاتي، فإن حرك شيئا في نفسي قدمته، إلا لا أسمح له بالخروج. على سبيل المثال من نتاجاتي يعني كذلك، يعني عندي مثلا على قيد لحظة هذا الديوان اللي وصل قائمة النهائي لأفضل إصدار في معرض الشرق قبل 3 أعوام، وبعده كان اللي هو زوايا باريسية، وقعت السنة هذه في معرض الشرق الكتاب طبعا زوايا باريسية مؤخرا بمعرض الشرق ورباعيات ورباعيات هذا ترجم للغة الهندية في معرض نيودلهي مؤخرا، ووقعت النسخة المترجمة باللغة الهندية برعاية هيئة الشرق الكتاب في معرض نيودلهي قبل أيام، وقعت النسخة الهندية من هذا الإصدار رباعيات. عندما يترجم الشعر هل يضاف إليه أم يفقد بعضا من قيمته عندما يترجم؟ الترجمة هي رؤية أخرى للشعر حينما تنقل طبيعي. نستطيع أن نترجم الكلمات ولكن العمق في المعنى والنغم الذي كنا نتحدث عنه. تماما، يعني أنا في معرض نيودلهي قدمت الشعر بهذه الطريقة، فكان نوع من يعني جذب المتلقي لمعرفة ما في هذه النصوص. يعني الترجمة تعطيك فرصة فهم جانب معين اللي هي جانب المغزى. قد تفقد المبنى النص لكن المعنى يبقى. الترجمة تعطيك جانب صحيح. تفتح لك أحد الأبواب لكن قد لا تتيح لك قراءة كافة الملامح، لكن هي ضرورة للتعرف على التجارب الأخرى. دكتور شوية نبتعد عن الشعر، نروح للثقافة والمعارض المحلية. المعارض الثقافية اللي نشوفها نحن في دولة الإمارات، والمعارض الثانية اللي هي الدولية أو نقول العربية اللي هو خارج الإمارات، من خلال خبرتك يا دكتور وأنت أعتقد من أكثر الإماراتيين مشاركة ونشاطا في هذه المعارض، شو الفرق اللي نشوفه نحن الحين بين المعارض الداخلية والخارجية؟ في فرق بينهم؟ الإمارات، دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول السباقة في تنظيم المعارض، معارض الكتاب. يعني من حيث معرض سواء معرض الشارقة أو معرض أبوظبي، بالإضافة هناك كثير من المعارض الأخرى، يعني لكي لا أظلم أي من المعارض التي تذكر، لكن من حيث التنظيم والحضور المعارض الإماراتية تكون من المعارض الهامة جدا، لكن يبقى جانب معين يتعلق بمسألة الجانب التجاري ربما الاقتصادي. نعم الاقتصادي، يعني ربما هي طبيعة محدودية عدد المشترين في المعارض المحلية بسبب العدد المحدود ربما نوعا ما من نعم دكتور عفوا، بس ما تشوف مثل معرض الشارجة للكتاب ومعرض أبو ظبي للكتاب يعتبرون من أنجح المعارض اللي على الوطن العربي؟ صحيح، أنا أردت أن أذكر شيء آخر، أن معارض الكتاب جميعها تعاني من هذه الجزئية. الكتاب اليوم أصبح يعني يعاني، فتبقى هذه المعارض يعني ملاذا مهما للحفاظ على هذا الكتاب الذي شكل لنا يعني المعقل الأخير، أو يشكل المعقل الأخير للحفاظ على الصورة القديمة لحامل الثقافة. يعني هذا الكتاب حمل الثقافة على عاتقيه على مدى سنوات طويلة. فاليوم معارض الكتاب رغم التحديات، من يحارب اليوم الكتاب؟ تحاربه كثير من وسائط التواصل الاجتماعي، الوسائط الإلكترونية، النشر الرقمي، الذي هي ليست حرب بمعنى الحرب، قد ينظر لها البعض كأنها تطور منطقي طبيعي، لكن من عاش الكتاب وعاش مع شغف الكتاب وكيف أن للكتاب رائحة وللورق إحساس وللكلمات معان، حينما تنتقل إلى البعد الرقمي تكتشف أن هناك شيئا ما تفتقده حينما تنتقل لهذا البعد الآخر. ربما هذه الرؤية فيها شيء من الرومانسية وعدم الواقعية، لكن نحن ككتاب وكشعراء كيف يعني يمكن الدمج بين هاتين أو هذين النقيضين؟ هي ضرورة منطقية. اليوم أنت تتكلم عن كتب تستهلك أوراق، تكلفة، أحبار. البعد الاقتصادي اليوم هو ولكنه صديق مقرب، لكن البعد الاقتصادي اليوم هو الحاكم. صح دكتور، يقصي الكثير من
الأولويات النفسية لصالح نتاجات رقمية اليوم، حتى على مستوى ليس الكتاب فقط، على مستوى دولتنا مع دوائرنا الحكومية وإجراءاتنا ومعاملتنا الكل يتحول رقميا حتى يوفر في جوانب مادية، وربما هذا الشيء مبرر وله ما يسوغه، ولكن تبقى جزئية الكتاب بالذات وفي ضميرنا وفي عقلنا الباطن جزئية هامة جدا. دكتور صح، حتى نضيف على رمزتك أن صارت سهلة الوصول إليه. أنا الحين ممكن أبقى كتاب ما متوفر هنا، متوفر في النت بكل سهولة صحيح وبكل يسر، وممكن أقرأ في أي وقت. إذن دكتور ما بروح بعيد من مجال الكتب، في كتاب 50 عام من الإنجازات. نعم، الشيخ محمد بن صحيح. نعم، 50 عام الشيخ محمد بن راشد. يعني أنا مع 50 عام كتبت قائلا لعبارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد حفظه الله، حين قال شكرا محمد بن راشد، قلت 50 عاما أيها الفخر الذي أصبحت للوطن المضيء شعارا، ولنصف قرن أشرقت أفكاركم في كون عزم يسبر الأغوار، بك يا محمد يا ابن راشد ترتقي مدن المكارم كي تخوض غمارا، أبدعت فاتبع الأنام دروبكم فرسمت بالفكر السديد مسارا. الشعر لابد أن يعبر عن قضايا الأمة مهما كانت هذه قضية 50 عام، والرسالة الرائعة التي وجهها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد للشيخ محمد بن راشد كانت رسالة رائعة. ليالي دكتور طلال تفضل. عبد ليالي ما يعني لما الصوت لما القصيدة اللي أنشدها ما أنشدها نقولها توقيع صوتي. ما تبين تسمعينها مرة ثانية؟ أتمنى. أنا أريد أن أذكر شيء آخر صحيح. يعني حينما سعدت أن كنت من قدمني في مهرجان الجبل في مهرجان الجبل، هذا الحدث الرائع يعني الذي سألتموني عنه ولكني لم أجب. شكرا خاص لكل القائمين عليه. نعم، مهرجان الجبل الثقافي كان مهرجانا مختلفا رائعا بمذاقه وأجوائه والقائمين عليه، يعني سواء جمعية الفجيرة والمغامرات الفجيرة، الأستاذ خالد الضنحان، الأستاذ سعيد المعمري، الأستاذ سليم المزروعي، لا أريد أن أذكر أسماء واستثني، ولكن وضع مكان بتلك الحميمية وبتلك الأجواء الرائعة في ذلك الطقس المفتوح، المكان الجميل، المكان كان ساحر، أعطانا مذاقا مختلفا، أشعرنا أن التجربة الثقافية يمكن أن تكون مكتسية بمذاقات إنسانية طبيعية تعطر اللحظة الله. وتبعثها إلى مراتب أخرى من المتعة واللذة. الليلة راح تكون محفوظة في ذاكرتنا صح؟ ما شاء الله. دكتور طلال، إلى أي مدى تعتمد على الترميز بكتاباتك؟ الترميز مهم جدا في الشعر، هو أداة من أدوات الشعر، لكن لا يفتعل افتعالا حينما يكون في مكانه الصحيح. ولكن اليوم نرى الكثير من الشعراء يفتعلون ويقصدون الافتعال. هو أسوأ ما تقدمه مع الشعر هو الافتعال، هو يناقض تماما ماهية الشعر وأساسه. الشعر اشتقاق الشعور الأسمى، حقيقة المشاعر السامية الصافية. اليوم تسمع الكثير ممن ينظم الشعر ويقدم لك نماذج شعرية لا تشعر برغبة الاستماع عليها إطلاقا، بينما يعني تلمسك العبارة الصادقة التي تستشعر فيها الصدق. فكلما ابتعدت عن المبالغة والترميز المبالغ فيها الغير مبرر، كلما ابتعدت عن عدم الصدق في الإحساس في الشعر صحيح. كلما اقتربت من مشاعر المتلقي. نحن يمكن باقي لنا دقيقتين نختم. نعم. ممكن نختم توقيع صوتي. نعم، ممكن. نشكرك أول شيء دكتور. نحن الدكتور طلال الجنيبي طبعا خبير دولي بالإدارة السلوكية وأديب وشاعر في دولة الإمارات. دكتور، ونشكر المشاهدين قبل نطلع بالتوقيع الصوتي. نعم، نشكر مشاهدينا الكرام ونشكر ليالي. وصلنا لختام الحلقة، موعدنا بيتجدد بكرة بنفس الوقت الساعة 7، وبنختم مع دكتور طلال الجنيبي. أحدث عنك جميع الفصول، أحدث عنك ليالي السهر، أحدث عنك ثنايا الحنين، وأسأل عنك بشتى الصور، وأرحال فيك إذا ما تلاقى نهار بليل وهل القمر، فأسأل عنك بغير سؤال لينساب لحن رقيق الأثر تحركه الروح
بين الضلوع بغير حديث كنزف الوتر عن ريح سرى فوق حقل فلامس مرجا فطاف وسر ففاح الأريج وريح تهيج وحقل بهيج نما وازدهر لتبكي الغيوم بكاء العليل ونحسبها زخة من مطر أسافر فيك بغير رحيل وأرحل فيك بغير سفر وأبحر فيك بغير شراع بغير ابتلال بماء غمر لألقاك في ساحة الأمنيات بغير احتياج اقتفاء الأثر أحدث عنك فما جاء منك جواب يشافي ولا من خبر أحدث عنك فلا من مجيب ولا من دليل ولا من أثر أحدث والعمر يمضي وما لي دواء سواك فهل من مفر وأنت التي تسأل الروح عنك ومنك وفيك اختصار البشر. شكراً.